خاتم كلامي برسول الله فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي، النبي في بين أصحابه ويدخل شاب على رسول الله والمسجد مكتظ ومزدحم بأصحاب رسول الله، يصرخ الشاب يقول: يا رسول الله. قال: نعم. قال: ائذن لي في الزنا. ده جاي ياخد ايه؟ ده جاي ياخد مكاتبة من النبي ان الزنا حلال والزنا محرم في جميع الشرائع. يعمل ايه النبي محمد؟ هل حقره النبي محمد كما نحقر اولادنا؟ ارجوك اسمع من ابنك، اسمع منه، بلاش تقول له انت حتى انت يالا يا ابني، ده انت لسه كنت بتلعب يا ابني، انت ما تفهمش، حتى انت اللي انت ما طلعتش من البيضة. يا راجل الذي لم يخرج من البيضة كان يقود جيش النبي محمد. الفارق ان اباه زيد بن حارثة، اما هو فابوه فلان. نعم احبتي واخواني في الله، قال الشاب: ائذن لي في الزنا يا رسول الله. هل نهره الصحابة؟ هل ضربه؟ هل طرده النبي؟ إنما اسمع إلى المكافآت. مكافأة؟ والله مكافأة. أول مكافأة من النبي قال له: أدنوه مني، تعالى حبيبي تعالى لي. فتحرك الشاب، قال: أدنو مني. فتوقف الشاب، قال: أدنو مني. حتى أجلسه النبي بين يديه ولمست فخذي النبي، يعني مباشر كده، ما فيش حتى بين الوجه والوجه حركة 30 سنتي ولا 20 سنتي. ثم بدأ الحوار الهادي أو الهادئ من إمام الدنيا. قال له النبي: أعد علي ما قلت. أنت عايز إيه؟ الشاب كان مصمم، صاحب مبدأ برضك. قال: أريد أن أزني. فقال له النبي محمد: أترضاه لأمك؟ أمي. شوف الرد اللي جاي وكل الألفاظ الجاية، رد واحد بس، كل الأسئلة اللي جاية ردها واحد بس، اسمعه بقلبك، اسمع الشاب اللي هو عاصي وعايز يزني. قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله، ده أنا أفتديك بعمري. لا والله. فقال النبي: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك لو كنت متزوج؟ قال: لا، جعلني الله فداك. ثم قال له: أترضاه لخالتك لعمتك؟ والشاب يرد بإجابة واحدة: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. هل قال له: يلا أم روح، يلا يا ابني روح استغفر الله وروح، انتوا مليتوا البلد، ها الكلام الدارج بتاعنا؟ لا والله، إنما قال له النبي ثلاث مكافآت بعد مكافأة الإيه؟ الدنو من رسول الله والقرب. قال النبي بعد أن وضع يده على صدره: خذ ولدك في صدرك قبل أن يأخذوه منك، الدور على ابنك إن لم تحافظ عليه ورب الكعبة. نعم حبيبي وأخي في الله، اللهم احفظ أولادنا يا رب. وضع النبي يده على صدره ثم قال النبي محمد: اللهم اغفر ذنبه رقم واحد، واشرح صدره رقم اثنين، وحصن فرجه. الدعوات دي من مين؟ ده دعوات أجيبت، خلاص خلاص خلصت حكايتها، لأن الذي يدعو هو النبي، والذي يستجيب من؟ رب النبي. أحبتي وإخواني في الله، فقام الشاب وهو يبكي ويقول: والذي بعثك بالحق لا أنظر إلى شيء يعصي الله رب العالمين أو يخالف رسول الله. هكذا تربية الشاب.